بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن سنة لبس النعال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينع لهما جميعا أو ليخلعها جميعا. هذا الحديث رواه مسلم. وهذه السنة تتكرر مع المسلم في يوم وليلة عدة مرات، وهو يلبسها لدخول وخروجه إلى المسجد، ودخوله وخروجه إلى الحمام، وأيضا لدخوله وخروجه إلى العمل خارج المنزل. فتتكرر هذه السنة في لبس النعال مرات كثيرة في اليوم والليلة، كلما كان لبسه أو خلعه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحضر هذه النية، حصل له خير عظيم، وتكون جميع حركاته سكناته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.